الفقرة الطبية اللي قلت لكم عنها من بداية يومنا. نقدر نقول في مثل هذه الأوقات من السنة ومع بدء طبعا تغير الطقس واختلاط الأطفال في المدارس والحضانات، تضعف أو يضعف الجهاز المناعي عندهم، ويكون الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والفيروسات. لذلك نجد طوارئ الأطفال والعيادات مزدحمة. اليوم راح نتكلم أكثر عن أمراض اللي نقدر نقول منتشرة في فترة الشتاء عند الأطفال. يسعدنا يكون معانا الدكتور محمد العامري، استشاري أول طوارئ أطفال في مؤسسة حمد الطبية. حياك الله معانا وسعد الله صباحك. أهلا، صباحكم الله بالخير جميع إن شاء الله. صباحك الله بالنور والسرور دكتور محمد، سعيدين تواجدك في برنامج شوية ضحى. من البداية أنا قاعدة أقول لهم أن اليوم راح تكون عندنا فقرة طبية وراح تكون مخصصة تحديدا للأطفال، كون أن في أمهات كثير قاعد يتابعونا. بداية خلينا نتحدث دكتور محمد عن الأمراض اللي منتشرة في فترة الشتاء. في من بداية تغير الجو أو انخفاض درجة الحرارة، عادة كل سنة تبتدي الأمراض الفيروسية بالانتشار، اللي هي عبارة عن الأمراض الجهاز التنفسي العلوي مثل زكام، الرشح، التهاب الشعيبات الهوائية، التهابات الأذن الوسطى، التهابات البلاعيم، وفي أمراض فيروسية أخرى تصيد سواء كان الجهاز الهضمي أو أحيانا الجهاز العصبي. فهي أمراض منتشرة بشكل كبير، ولكن الحمد لله رب العالمين معظمها يعني أمراض بسيطة وما فيها ذيك المضاعفات اللي تخوف. طب لو نقدر نقول كيفية الوقاية من هذه الأمراض، كم الحين في المدارس أنت تعرف يعني، وخاصة نفس ما قلنا أن الحين في أهل قاعد يتابعونا، فإذا الأم أو الأب حابين أن يكونون حريصين على أن ابنهم مثلا ما يلتقط هذه العدوى، شنو الإجراءات أو طرق الحماية اللي لازم يوفرونها للطفل؟ طيب خلينا نصنف الأبناء أو الأطفال إلى نوعين. في أطفال سليمين خلينا نقول في عمر المدارس، ما عندهم أي مشاكل صحية، ما عندهم أي أمراض مزمنة. الأطفال الأصحاء الوقاية العادية، يعني يفضل مثلا إذا كان في طفل عنده أمراض، عنده رشح في البيت، عنده كحان، يتجنب الاختلاط المباشر مع الأخوان في البيت. أكثر طرق الانتقال هي عن طريق اللمس أكثر من الرذاذ اللي ينتقل عن طريق الهواء. فنركز على الأمهات في البيت، اللي هو غسل اليد، مسح الأبواب، مسح الأماكن اللي ممكن الطفل مشى فيها بالأدوات المعقمة. نفس الشيء ينطبق على المدارس، مفروض في كل مدرسة يكون في أدوات التعقيم، بحيث أن كل الأطفال مثلا قبل يدخلون على صفوفهم في هاند واش يسوونه، مثلا يعلمونهم كيف ينظفون يدينهم. إذا في طفل مثلا واضح عليه علامات رشح أو علامات إنفلونزا كبيرة، ويفضل مثلا أنه مثلا يعطى إجازة في أول المرض، ينصح باستخدام الكمامات. هذا بالنسبة للأطفال السليمين. إذا كان الطفل اللي خايفين عليه مصاب بمرض لا سمح الله في المناعة أو مرض مزمن، أول حاجة في بعض اللقاحات اللي هي مثل الإنفلونزا الموسمية موجود لها نوع من اللقاح ينعطى، فهذا لازم يأخذه. الشيء الثاني أنه فعلا يجب عزل هؤلاء المرضى أو الأطفال، وإذا اضطر الأمر مثلا عدم ذهابهم إلى المدرسة لفترة معينة، لأن الإصابات الفيروسية أحيانا تكون شديدة عليهم. نعم، إحنا قاعد نتكلم عن حالة الطقس وكيف قاعد تأثر على صحة الأطفال والأبناء تحديدا في فترة الشتاء اللي إحنا مقبلين عليها. نعم. خلينا الحين نتكلم عن فترة الصيف، نرجع شوي لورا. لو كانت الحرارة جدا شديدة، ما هي الإجراءات اللي لابد أن يتبعها في المنزل قبل وصول الطفل إلى بيته؟ ارتفاع درجة حرارة الطفل تقصدينها؟ أقصد لا، درجة حرارة الطقس والجو كذلك، لأنها تلعب دور كذلك. الجو طبعا هو الحرص على عدم التعرض المباشر لدرجة للشمس مباشرة لفترة طويلة. يجب أن يكون المكان مثلا غير مغلق، يكون في تهوية. يعني هذه هي أهم الأشياء، تجنب التعرض المباشر لدرجة الحرارة في الصيف، واللي بيسمى ضربات الشمس. في نصيحة كمان لأولياء الأمور، بعضهم احنا شفنا حالات مثلا بعض الآباء ينسى الطفل في سيارة وينزل ويتركها لفترة معينة، فيجيبوا لنا هو بصورة سيئة جدا. شفنا حالات السنة اللي فاتت. ففي الصيف هذه يعني يجب الانتباه لها، تأكد أن السيارة ما فيها حد، على اساس ما يعني ما نفقد حياه الطفل لا سمح الله بسبب شيء بسيط يعني. دكتور في شيء لاحظت للاسف ان بعض الاولياء الامور لما يشوفون في حاله صحيه لابنهم في مرض او حراره او اعراض بدايه مرض، سيدي يروحون للصيدليه.
ما يروحون لمكان مختص او لدكتور مختص علشان يشوفون حاله الطفل؟ هو شوفي الجميع انواع خلينا نقول لك الامراض اللي يجب الذهاب اولا الى 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 طبيب سواء مركز صحي او طوارئ، واخذ التشخيص اصلا، يعني التشخيص اهم من العلاج، ان اول حاجه اشخص الحاله. عقب عاده الامراض الصيف او امراض الانفلونزا معظمها اصلا تحتاج الى خافض لدرجات الحراره، بعض نقط للانف، بعض النصائح ببعض المشروبات، يعني ما تحتاج حاجات كثيره اصلا. واستغرب بعد في بعض الدكاتره يمكن يعطون مضاد حيوي للاطفال. المضادات الحيويه هي طبعا المفروض ما تصرف لانها لا تؤثر على الفيروس، يعني مهما الطفل تناول مضاد حيوي ما في له اي تاثير مباشر على الفيروس، فانا قاعد اعرض الطفل للأعراض الجانبية للمضاد، قاعد أعرض في نوع معين من البكتيريا في الجهاز الهضمي اللي هي خلنا نقول البكتيريا المفيدة، فأنا قاعد أدمرها مقابل أني أنا أعطي شيء، يعني مفروض المضاد الحيوي لا ينعطى إلا باستشارة الطبيب. ومعظم الأطباء خلنا نقول ما أقدر أقول لك كلهم، لكن غالبية الأطباء حريصين جدا بعدم صرف مضاد حيوي ما دام التشخيص ماشي مع التهاب فيروسي. لكن إذا الطبيب شك في وجود التهاب بكتيري ثانوي مثلا بعض الالتهابات الأذن الوسطى، فهذيك الحزة بقول لك لا خلنا أبتدي مثلا مضاد حيوي. بس الشيء اللي احنا ملاحظينه هو إصرار الأهل على المضادات الحيوية رغم محاولة الطبيب انه مثلا يتجنب صرف المضاد، وفي رابط غير علمي ورابط مو منطقي اصلا، يعتقدون ان الطفل اذا ارتفعت درجة حرارته مثلا 40 لازم مضاد، إذا ما وصلت 40 ممكن نصبر على المضاد، وهي ربط خاطئ لأن الفيروسات ممكن تؤدي لدرجة حرارة 40 و41، وفي النهاية ما يستفيد الطفل من المضادات. طيب دكتور، لو جاتكم مثلا حالة زيارة مستمرة خلال الشهر، يعني المريض ما تشافى من هذا المرض معين، شنو الإجراء اللي راح تتبعونه من بعدها؟ أول حاجة خلينا نقول الطفل ممكن في بعض الأحيان من الأهل يجينا مو بالطفل مو بأكثر مرة في الشهر، أكثر مرة في اليوم، يعني من خوفهم، من خوفهم وانا اعذرهم، يجي الصبح مثلا راح البيت لين الحين درجه الحراره مرتفعه، يرد مره ثانيه على الطوارئ في نفس اليوم، وبعضهم اذا ما رد على نفس المكان يروح لطبيب ثاني، مره في برايفت وفي عياده خاصه وبعدين يروح مستشفى خاص وبعدين يجي عندنا على الطوارئ. فانا ما انصح بهذا الشيء ابدا، لانك انت اصلا كثره الزيارات لاماكن مختلفه راح تحصل على مجموعه من الادويه، راح تحصل على بدون داعي. فالمفروض هي الصبر خلنا نقول شوي. اثنين، احنا لازم نفرق لما نقول الطفل عنده سخونة مثلا، هل السخونة هذه مستمرة شهر فعلا ولا هي اسبوع عقب راحت يومين ثلاث عقب ردت؟ لان الاصابة بفيروسات مختلفة خلال فصل الشتاء شيء وارد جدا. بس دكتور انا صادف اعرف بعض الاشخاص اللي احنا نعرفهم فعلا درجة الحرارة تمت شهر ما نزلت عندها، تمت بشكل مستمر، لان من خوف الاهل كانوا يزورون ال 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 المستشفى بشكل مستمر. لا يعني انا سؤالي، هل السخونه يوميا لمده شهر؟ لا مش يوميا، ولا كانت اسبوع، يعني اسبوع، يعني اسبوع وتخف كم يوم وقبل ترد مره ثانيه. ايوه هذا معناه شنو؟ ان الطفل كان مصاب بنوع معين من مثلا من الالتهابات او من الفيروسات، شفي منها ثم تعرض الفيروس ثاني. عدد الفيروسات اللي عندنا في الشتاء تزيد عن 200 نوع، فتخيلي ممكن الطفل اليوم اصيب خلينا نقول فيروس نوع اي شفى منه أو كون مناعة، عقب أسبوع شف أصيب بمرض خلينا نقول فيروس بي فيروس سي. فخلال فترة الشتاء الأطفال بالذات اللي توهم أقل من خلينا نقول 6 سنوات أو مناعته الحين ما اكتملت، المضاد الجهاز المناعي ما اكتمل بشكل كامل، ممكن يصاب بالذات في السنين الأولى، في السنة الأولى في السنة الثانية ممكن يصيب بأكثر من نوبة في خلال فترة. نقدر نقولها طبعا إذا الزيارات كانت مستمرة من خوف الأم والأب تحديدا بالتأكيد طبعًا. فلو نقدر نقول لو نقدم بعض النصائح للأم والأب اللي قاعد يتابعونا الحين في الوقاية وعلاج أبنائهم من أي مرض قد يصيبهم. الوقاية هي بشيء بسيط، عدم الاختلاط المباشر مع الأطفال المصابين، تجنب في فصل الشتاء بالذات التوجه لأماكن الازدحام مثل الأسواق بكثرة خلينا نقول، رغم أنها صعب السيطرة عليها. إذا ممكن، وأنا أحس أنه نوعا ما صعب في المجتمع أن الطفل يلبس كمام ويطلع يتمشى، وهذا يعني نوعا ما صعوبة، لكن خلينا نعكس السالفة، خلينا نقول الطفل اللي مصاب هو اللي يلبس الكمام، يعني على أساس ما ينشر العدوى بالذات في المدارس. بالنسبة في البيت، أول حاجة الحرص على إعطاء المهدئات، يعني خافض الحرارة مثلا، إعطاء الطفل كمية من السوائل،
المشروبات العادية اللي هي العصائر مثلا، الشوربات الدافية، التأكد من أن الطفل نشاطه لم يعني ما مثلا ما نزل كثير او اكله ما نزل، يعني انا ما بس اشوف الحراره والله الطفل مسخن او لا، لا اشوف النشاط، اشوف الاكل، اشوف مثلا ينام فتره طويله الطفل، الطفل بدا يتصرف تصرفات غير طبيعيه، في اشياء كثيره على اساس اتاكد ان الفيروسات هذه فعلا منحصره في الجهاز التنفسي لا سمح الله ما راحت على الجهاز العصبي. دكتور محمد العامري يعطيك العافيه، شكرا لك، سبق وتواجدت في برنامج في الضحى وفي قنوات كثيره، وان شاء الله راح نستضيفك في برامجنا وفقراتنا وحلقات برنامج في الضحى لمعلومات أكثر بالتأكيد. شكرا على الاستضافة، ونتمنى إن شاء الله السلامة لجميع الأطفال بإذن الله. إن شاء الله. شكرا لك. قاعد نتكلم عن الأطفال والأبناء مشاهدينا، خلينا نروح إلى تقرير ومتعلق بالأطفال وعيالنا، بس هالمرة مش بجانب صحي إنما في المسرح.